في برنامج الجدعان. لما ولادنا يبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. دكتور، احنا النهاردة بنعيش عصر الثورة الصناعية وبيواكبها كمان ثورة في التعليم، هنربط ما بينهم ازاي؟ احنا مش فقط مجرد الجامعة ان طالب يتلقى تدريس، ولكن هي التدريس قائم على المشروعات في اطار الجامعات الجيل الرابع والجامعات الذكية وحضرنة الجامعات. النهاردة في مصطلح مهم جدا وهو توطين التكنولوجيا، من غير هذا المصطلح لن تنهض الصناعة في مصر. احنا واخدين قرار ان احنا نعمل حاضنة، نحتضن كل مشروع على حدة. ممتاز. اول حاجة نعمل لهم براءة اختراع، ثم نروح بيه للجهة المختصة. طب هيفرق ده في ايه مع خريج هندسة الريادة؟ صاحب المنشأة او المصنع ما عادش حتة ان يجيب موظف ويقعده وخلاص، ده لازم يكون على اعلى مستوى وبيديله اعلى رواتب. وتشاهدون تكنو سيتز ميزة عندها كبيرة قوي، التعدد وراثي. اشرح للناس يعني ايه تعدد وراثي. دكتور ماجد حمودة هو لما جه يشتغل من البداية اشتغل على ان يكون عندنا صفات وراثية مختلفة، وعشان كده احنا عندنا اكتر من 3000 اصل وراثي، 3000 سلالة. يعني اللي المزارع عايزه يريحه بعد احنا بنقدم للمزارع موجود. المصري حلول، مش بنقدم له مجرد منتج وخلاص. ولأول مرة حضرتك مهندس ميكاترونكس بتصنع عقل اي مكنة على وجه الارض، صح ولا لا؟ مظبوط. انت نموذج حي لعمليه التوطين. انا نفسي ده اصنعه ونصدره كمان بره، كل ما بيع كل ما اتطور كل ما احسن المنتج بتاعي، كل ما اقدر اعمل اسم كبير، لان كل الاسماء اصلا الشركات الكبيره. وقبل اسمك ده اسم مصر، خلي بالك. بالظبط كده. انت بتحمي العيش بتاعك، بتحمي حياتك، بتحاول تزود من الرقعة الصغيره دي. محصولي محمي 60 يوم اولية من عمر 110 يوم. هذا المركب الحقيقه كل النتائج وكل التجارب الحقلية اللي اتعملت في مصر بتقول ان هو مش أقل من 2 أردب الى فيما فوق. عندنا النهاردة في مدينة جديدة، قبل ما نتكلم على معرض هيس، بتتعمل مدينة المعرض في العاصمة الإدارية، دي هتبقى 100,000 متر. صناعة المعارض النهاردة بقت بتكبر في مصر، بقى في عندنا معارض متخصصة لكل قطاع. وانتظروا، ليه عملت ملس؟ عشان كل الأجانب يبقى عندهم ذكرى، أنا خرجت من مصر دقت الملوخية، دقت الكشري، ودقت آيس كريم مختلف عن أي فليفر دقته في العالم. 100 سنة كونتاكتور. تمام، فهمنا بقى يعني إيه كونتاكتور. يقدر يتلقى الأمر منك وأمر كتيرة. يعني هو بيقاس مثلاً بعدد الكونتاكات بتاعته مثلاً في حدود 10 مليون عملية. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصرياً على القاهرة والناس 2. أهلاً بكم في العاصمة.